قناتي على اليوتيوب. اليوم الفيديو راح يتكلم عن مناسبة كلش مهمة بالولايات المتحدة وهي مناسبة الثانكسجيفينغ. اليوم راح أوريكم شلون تعدون التركي. التركي هذا تقريبا 15 باوند اشتريته نظفته وهو جاهز حتى نبدأ به العمل. كل اللي نحتاجه هي مكونات موجودة بأغلب المنازل: بصل، ليمون، زبد، بهارات، ملح، فلفل أسود. أتمنى أنه يعجبكم الفيديو ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة بالقناة حتى يصلكم كل مواد جديدة من قناتنا. سوليت كسكا. راح أستخدم قالبين من الزبد الغير مملح حتى أقدر أضيف البهارات حسب الذوق. هستخدمه هنا هو تي سبون والمقياس مالتي، لأنه التركي يحتاج هواية بهارات بسبب حجمه الكبير. والبهارات اللي استخدمها هنا هي الشيكن روب. هنا راح استخدم تقريبا 4 فصوص ثوم، اعصرها ويا الخبطة مالتي. ملعقة كوب بودر البصل، مبروش ليمونة كاملة، ملعقة كوب بودر ثوم حتى يضيف لنا طعم أقوى للتتبيلة، وملعقة كوب بهارات فاهيتا. هسه نخلط المواد اللي ضفناها كلها حتى يصير عندنا مزيج متجانس. شوية نضيف ملح وبهارات داخل التركي، لانه الخلطة اللي سويناها حتغطي بس الخارج، فنحاول انه نوصل كمية من البهارات داخل التركي. هذا ايضا حتترك طعم اطيب وحيشبع التركي من الداخل بطريقة افضل. هنا حتى ابدي اخلي الخلطة مالتي راح افصل الجلد عن اللحم مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، ونحاول انه ما نشق الجلد، يعني هيدي هيدي، وايضا ما نفتح الجلد للاخير. نحاول انه نبقي المنطقة مغلقة القريبة من الركبة حتى لا تسيح عندنا كل المواد وليس يسيح عندنا الزبد والبهارات خارج. هسه راح ابدي اخذ الخلطة واخليها بين الجلد بهاي الطريقة اللي تشوفوها. وابدي ادفع الخلطة مالتي ويا البهارات باتجاه الامام.
سنة حنقيس درجة الحرارة المرة الأخيرة حتى نتأكد أنه مستوي. ومثل ما تشوفون درجة الحرارة الداخلية عبرت 160. إذا مالتنا التركي جاهز مو للتقديم وإنما للمرحلة القادمة. هسه راح انقل التركي الى طبق ثاني حتى التركي يستراح لمدة ساعة بينما اعدل الجريلي. هسه هنا اللي حسوي حجمع كل السوائل اللي طلعت من التركي، طبعا كلها سبايسز البهارات والدهن، يعني هو هنا طعم. حرويكم شلون نسوي الجريفي او الدبينج اللي يتقدم ويا التركي. هسه شويه ناخذ من الدهن هسه نسهي وياه شوية طحين. هسه بعد ان نخلط الدهن ويا الطحين نبدا نضيف شوية شوية من السائل اللي عندنا الى ان يصير القوام متجانس. هسه ندير الكمية اللي عندنا مالت الدهن، نبدأ نخوض شوية شوية إلى أن يبدأ يفعل. بعدين وصلنا لهذا القوام المتجانس، الجريفي صار جاهز. الله الله شوف المنظر. طبعا اول شيء نبدا نطلع الحباشات ونبدي التقطيع مالته، ان شاء الله نقطعها بهاي الطريقة ان شاء الله تعجبكم. هسه هنا حنبدا نقطع الصدر على شكل شرائح، الشريحة تقريبا سمكها نصف انش. Thank you.
اتمنى ان يكون عجبكم هذا الفيديو. شوف 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 شوف، لا تنسون دائما الاعجاب والمشاركه بالقناه، ونقول لكم بالعافيه وهابي ثانكسجيفينغ.